محمد شفيق، ولد في اسطنبول عام 1235 للهجرة. أخذ الثلث والنسخ عن علي وصفي ثم عن مصطفى عزت، له اليد الطولى في خطي النسخ والثلث، وهو من الخطاطين الذين اشتهروا بالكتابة المزدوجة وبإجادة خط الديواني الجلي، ولقب بمعلم حسن الخط. كتب مصحفين، أحدهما كان بخط النسخ سنة 1286 للهجرة، وقد جعل كل جزء منه في مجلد فاخر وذهبه ونقشه نقشاً بديعاً، ثم أوقفه محمود سرى باشا على الحرم المدني. كما كتب سورة ياسين في أعلى التثمينية الخارجية لقبة الصخرة الواقعة في قلب المسجد الأقصى عام 1292 للهجرة، وذلك بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني. كما خلف شفيق عدداً كبيراً من القطع والمرقعات واللوحات، وتوفي عام 1297 للهجرة ودفن في اسطنبول.